تستمر أحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بمحاولة تمزيقه وتمزيق نسيجه المجتمعي عبر إثارة النعرات الطائفية والفتن وتفكيك المجتمع. وزارة التعليم العالي في الحكومة الحالية توافق على فسح المجال للعتبة الحسينية دون غيرها بالتبليغ الديني في الجامعات العراقية. هيئة علماء المسلمين أصدرت بياناً أكدت من خلاله عدم قانونية قرار وزارة التعليم، فهو صادر بطلب دائرة لا علاقة لها وهي ديوان الوقف الشيعي تلبية لرغبة العتبة الحسينية وليس وفق السياقات القانونية، وشددت على أن هذه الخطوة تعد تدخلاً سافراً في عمل الجامعات العراقية وزجها في صراعات طائفية. وبحسب بيان الهيئة فإن السماح لرجال العتبة الحسينية بالتبليغ في الجامعات العراقية دون غيرهم من العلماء والدعاة هو قرار طائفي يؤكد الإقصاء والتهميش وفرض فكر وآراء معينة على طلبة الجامعات، ويمثل غطاء لنشر التفرقة والتعصب المذهبي وترسيخ مفاهيم خاطئة تحث على الحقد والكراهية وتعتمد على مغالطات تاريخية وقصص منتحلة. الهيئة دعت إدارات الجامعات العراقية للتصدي لقرار وزارة التعليم وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف وراءه. وزارة التعليم العالي تؤكد بقرارها هذا فشلها التام وتضييعها لرسالة التعليم العالي في العراق وانشغالها عما يجدر بها من مهام وفي مقدمتها مسؤولية إنقاذ التعليم الجامعي في العراق مما هو فيه من فشل متراكم أوصله إلى الدرك الأسفل وأخرجه من حيز معايير تقويم التعليم في العالم.